ان هو يعمل. بس في من وجهة نظرك اماكن محتاجة لسه تدعم؟ في طبعا في يعني خلينا نتفق ان في اماكن محتاجة تدعم وكل وقت، حتى انت لو بتاخد بطولات وماشي بلعيبه كويس محتاج تدعم كمان، محتاج تجيب كمان ناس يخلقوا دوافع جديده. يعني انا ممكن يكون عندي 2 لعيبه كويسين او عندي لعيب كويس في مكان بيأدي بشكل كويس جدا، ولكن الراجل رقم 2 بتاعه مش احسن حاجه او مش احسن حاجه، مش بنفس الكواليتي بتاعته، نفس الكفاءه بتاعته، فبالتالي انت محتاج تخلق دوافع جديده. لازم يكون عندك ناس تانيه تقدر تدخل في منافسه، حتى لو هو مش هيبقى رقم واحد بس تدخل في منافسه مع رقم 2 بتعلي لك الاثنين. جدير بالذكر طبعا لما نيجي نقول ان عصام الحضري عمل الطفره بتاعته في وجود نادر السيد لما جه الاهلي. في لعيب بيخلي اللعيب طبعا يطلع احسن ما عنده، ودي طول عمرها موجوده في النادي الاهلي، ان طيب. الاهلي اللعيب بيفضل في اختبار. انت جيت لي في الحته اللي انا عايز اروح لها، عايز تتكلم معاها. ليه؟ لانه بصرف النظر عن الجهاز وبصرف النظر عن الاداره وبصرف النظر عن مشوار البطولات، لما ببقى داخل على، يعني انا متخيل مثلا انت لعبت ماتش ريال مدريد صح؟ لما عرفت انه الاهلي اتفق انه هيلعب مع ريال مدريد مستني انت مستني طبعا. صح، ومستني اكتر تبقى يعني موجود في الملعب، يعني فاهم قصدي. انا بقول انه 90% من فرقه النادي الاهلي ويمكن اكتر ما لعبوش كاس عالم قبل كده انديه بيفكروا فيه، فبيتهيالي انه من النهارده ومن امبارح كمان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتحلم انها تبقى طبعا. موجوده في وبتلعب في الملعب في بطوله زي بطوله كاس عالم الانديه طبعا. اللي انا بساله انه انا مش شايف انه من سكواد الاهلي بنكسب وكل حاجه والدنيا تمام، بس مش شايف منهم ان كل لعيب، خصوصا في ظل المنافسه الشرسه في كل مركز زي ما انت بتقول فيه 2 و3 لعيبه، وبالتالي المنافسه في نفس المركز عاليه جدا، مش شايف ان اللعيبه مطلعه احسن ما عندها؟ مش عارف تتفق معايا في ده ولا تختلف. يعني انت شايف ان يبقى في دفع اكتر للعيبه تطلع؟ طبعا كل واحد عايز يبقى يحجز مكانه في الحته بتاعته، يبقى في فرق ان انت مش عايز تطلع، وفي فرق ان انت في ظروف محيطه حواليك مقلله مستواك شويه او مش مخليك احسن حاجه. احيانا الاستمراريه بتفرق، استمراريه اللعيب انه يلعب كتير بتفرق وبتعلي مستوى اللعيب. واحيانا الاستمراريه دي لو زادت عن حدها ممكن ساعات لازم في ماتشات تتشال من النص، هو ده الروتيشن اللي ممكن يخلي اللعيب يظهر في احسن صوره، وممكن يخلي اللعيب في مباراه بدل ما هو يبقى المباراه اللي بعدها يبقى احسن حاجه، ممكن المباراه دي تخليه تعطل مباراتين ثلاثه، ممكن تتشال. يعني ازاي تدير ده؟ ازاي انت كمدرب تدير ان اللعيبه ما تفضلش تلعب كتير، لازم تبقى في روتيشن حتى في الدقائق، ممكن لعيب يلعب 60 دقيقه، بعد كده يرجع يلعب 90، بعد كده يرجع يلعب شوط، بعد كده يرجع يلعب 30. فده مهم، وده اللي حصل شويه قبل فاينل افريقيا.